ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. سيعود المغرب إلى العمل بتوقيت غرينتش ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 27 مارس، وكان بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أفاد أنه ستتم العودة بعد نهاية شهر رمضان للعمل بتوقيت غرينتش زائد واحد بإضافة 60 دقيقة ابتداء من الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 8 مايو المقبل. وأوضح البلاغ أنه هذه التغييرات في إيقاع الساعة تأتي بسبب ضرورة التكيف مع خصوصيات هذا الشهر الأبرك وما يتطلبه من أجواء ملائمة لأداء وممارسة الشعائر الدينية، وذلك طبقا للمرسوم الصادر في 26 أكتوبر 2018 والمتعلق بالساعة القانونية ولقرار رئيس الحكومة بهذا الخصوص.